في هذه الحلقة سوف نتكلم عن ونتحدث عن عملية اختراق كوبرا حصلت في أحد البنوك في وطننا العربي وتمت سرقت فيها 35 مليون دولار بواسطة الذكاء الاصطناعي من قبل هاكر مبتدئين أو متوسطي المستوى. فتابعونا، أنا أسامة عادل وأنتوا دلوقتي بتتابعوا قناة Amazing Wallet لمحتوى الأمن المعلومات والأمن السيبراني والأمن التقني، فتابعونا. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم سامع عادل في قناه اميزنج جولد. في حلقتنا النهارده هنتكلم عن احد عمليات السرقات الكبرى اللي تم فيها سرقه 35 مليون دولار من احد البنوك في وطننا العربي، نقدر نقول من دوله احنا بنعتبرها الاكثر تقدما في وطننا العربي من ناحيه التقنيه. فالموضوع كان بسيط جدا وسهل وتم من خلال الذكاء الاصطناعي، وتم نقدر نقول بواسطه هاكر متوسطين الى مبتدئين مستوى وعن طريق الهندسه الاجتماعيه بالاضافه للذكاء الاصطناعي. بمنتهى البساطه هنبتدي القصه بتاعتنا، ان نقدر نقول في شركه امريكيه تواصل مدير الشركة دي بنقدر نقول بمدير البنك واخباره ان هو هيتم عمليه استحواذ لاحد الشركات اللي في امريكا، احد الشركات الامريكيه الصغيره، وهيشتروها بمبلغ 35 مليون دولار، ولازم هم يعملوا عمليه تحويل لنقدر نقول لحسابات الشركه دي عشان يتم عمليه الاستحواذ في اسرع وقت. ليه؟ لان عمليات الاستحواذ دي اللي ما يعرفش بتخلص نقدر نقول بسرعه، يعني انت عرضت 35 مليون دولار، ممكن يجي واحد تاني لو الشركه دي كويسه ويعرض 40 مليون دولار وياخد منك الشركه، فلازم تتم عمليه الاستحواذ دي بسرعه لان الوقت يساوي فلوس. فمش عايزين يدخلوا في اجراءات نقدر نقول الاجراءات الروتينيه اللي بتاعت التحويلات وياخدوا مثلا شهر ولا شهرين ولا ثلاثه عشان يتم عمليه التحويل عشان مبلغ كبير 35 مليون دولار. واصبح موجود في بروتوكول نوعا لو انت هتحول مبلغ كبير للبنك، يعني مبلغ كبير مثلا لدوله ثاني، فانت لازم تاخد موافقه مدير البنك. الموضوع ده بيختلف من دوله لدوله، يعني في دول مثلا بيبقى المبلغ ده مليون دولار وفي دول بيبقى المبلغ ده مليون جنيه، زي مصر هنا مثلا نص مليون جنيه كمان احيانا في مصر لازم تاخد موافقه مدير البنك. فهم عايزين يحولوا 35 مليون دولار لامريكا عشان هيتموا عمليه استحواذ بمنتهى البساطه. وبالفعل مدير البنك راجع الورق، ليه الورق كله تمام واشر خلاص، ادى الاكتيفيشن او ادى الكونفيرم او الابروفد ان هم نقدر نقول يحولوا مبلغ 35 مليون دولار للحسابات الامريكيه دي عشان يتم عمليه الاستحواذ. بس جه بعد فتره كده فكر في الموضوع وحس ان في حاجه غلط. ايه اللي غلط؟ ان احنا لما بنيجي في وطننا العربي نتكلم مع عميل مثلا، نتكلم مثلا مع صديق، هو طبعا مدير الشركه الامريكيه دي كان صديق ليه اصلا، فهو بمنتهى البساطه نقدر نقول حس ان المكالمه كانت ناشفه ما بينهم، يعني مفيش نقدر نقول احنا في وطننا العربي نقدر نقول ممكن تهزر، ممكن تسال مثلا اخبار الاولاد ايه، عاملين ايه، انت عامل ايه، صحتك ايه، طب ممكن تقابل مش عارف فين. فبيبقى نقدر نقول المكالمه مش رسميه قوي في وطننا العربي، بيكون في بعض نقدر نقول الهزار ممكن في المكالمه حتى لو احنا بنتكلم في شغله بالذات ان ده صديق لي. فحس ان المكالمه كانت رسميه بزياده عن اللزوم، فشك في عمليه التحويلات، فتواصل مع صديقه في خلال الفتره دي، وكان الموضوع ده عدى عليه كذا يوم، فتواصل مع صديقه فقال له ان مفيش اي نقدر نقول عمليه تحويل، ما طلبتش منك ولا ما اتصلتش عليك اصلا. فنقدر نقول حاول هو ساعتها بقى حاول يوقف التحويل، لان اكتشف ان في عمليه، في حاجه غلط حصلت في الموضوع وان في عمليه اختراق حصلت في الموضوع. وبالفعل نقدر نقول توقف عمليه تجمدت الفلوس في الحسابات الامريكيه، بس خلال الفتره دي تم تحويل 400,000 دولار لحد الحسابات الخارج امريكا لحد الدول نقدر نقول ما عليهاش رقابه ماليه، فخلاص الفلوس دي راحت، ال 400,000 دول راحوا. ونقدر نقول العمليه دي نتيجه ان هي حصلت نقدر نقول وتم ادخال امريكا في الموضوع، يعني حسابات امريكيه والشركه امريكيه، وتحولت من حسابات الشركه نفسها اللي نقدر نقول لامريكا، وتم سرقه 35 مليون دولار من حسابات الشركه دي. فالموضوع دخلت في امريكا ودخلت في الاف بي اي ودخلت في كمان بعض الشركات الخاصه المتخصصه في الامن السيبراني والامن التقني نقدر نقول وفي تحليل البيانات عشان يعرفوا الموضوع حصل ازاي. وبمنتهى البساطه الموضوع بمنتهى البساطه ان احد موظفين البنك ده تم اختراقه بشكل او باخر، ممكن يكون عن طريق الهندسه الاجتماعيه وبعدها تم تثبيت تروجن او على نقدر نقول الجهاز بتاعه، وتم تسريب بيانات الشركه الامريكيه ديت. بياناتها دي ممكن تكون رقم حساباتها البنكيه، رصيدها كامل. ما ينفعش مثلا يكون في الشركه مثلا في رصيدها 30 مليون دولار واطلب ان انا احول 35 مليون دولار مثلا لحسابات نقدر نقول الشركات الامريكيه، الشركات او حسابات نقدر نقول الفيك اللي انا عاملها في امريكا. نقدر نقول كامل بياناتهم، اسم مدير الشركه، صوته، صوت مدير الشركه، بعض المكالمات، كل حاجه، لان عارفين طبعا ان احنا مكالمات مع خدمه العملاء ومكالمات احيانا في البنوك بتتسجل عشان نقدر نقول كنوع من انواع السكيورتي. فتم تسريب حتى فويس نوت او نقدر نقول بعض المكالمات الخاصه بيه اللي هيتم استخدامها، هنقول دلوقتي بعد شويه تم استخدامها في ايه. وبمنتهى البساطه تم تزوير نقدر نقول عمليه تحويل كامله لامريكا على 17 حساب مختلفين طبعا تابعين للهاكرز دول. ونقدر نقول بعد ما تم تسريب ال 17 نقدر نقول البيانات نقدر نقول او نقدر نقول تم فبركت او نقدر نقول عمل تحويل وهمي او تحويل فيك ل 17 حساب دول، كان بقى
وقف عليه، وقف على مكالمه مدير البنك ان هيتم تحويل 35 مليون دولار لحسابات ال 17 اكونت دول اللي هم طبعا تابعين للهاكر. فبمنتهى البساطه فنقدر نقول مكالمه مدير البنك دي هنعملها ازاي؟ بمنتهى البساطه عن طريق نقدر نقول الفيك فويس. الفيك فويس ازاي؟ في اداه زي ايفنت لاب بتعمل لك فيك فويس، ان انت مثلا ترفع له نقدر نقول مقطع صوتي ويزور لك مقطع صوتي كامل للشخص ده، ودي اداه نقدر نقول ب 1 دولار تقدر تعمل الموضوع ده. وفي ادوات دلوقتي ثانيه بقت اكثر تقدما عن طريق الارتفيشال انتليجنت بتعمل لك الصوت ده لايف كمان، يعني انت تتكلم ولايف بتحول صوتك لصوت الشخص نقدر نقول اللي انت عايز تحول له صوتك عليه. وبمنتهى البساطه بتتمم كده وبتتمم نقدر نقول مكالمه بالصوت الشخص الثاني، يعني انت ممكن تتكلم انت رئيس دوله بيكلم مثلا حد ثاني، وانا اكون مثلا مدير بنك او مدير فرع او مدير اي حاجه او وزير مثلا، وانت كل ده تكون مفبركه بمنتهى البساطه عن طريق ادوات. في ادوات زي الايفنت لاب زي ما قلنا بس مدفوعه اغلى شويه بس بتحول لك لايف. وعن طريق الارتفيشال انتليجنت ممكن انت تخترق نقدر نقول اي موظف في البنك عن طريق الارتفيشال انتليجنت او الذكاء الاصطناعي عن طريق الهندسه الاجتماعيه بتدمجها مع الذكاء الاصطناعي. وانا شخصيا كنت بدي كورس في الموضوع ده في جمعيه مهندسين مصر للتنميه بمنتهى البساطه عن طريق ازاي ممكن تدمج الارتفيشال انتليجنت مع نقدر نقول الهندسه الاجتماعيه وتحولهم لاداه ممكن تتم الاختراق بيها. والارتفيشال انتليجنت سهل جدا موضوع الاختراق عن طريق الهندسه الاجتماعيه. فنقدر نقول بمنتهى البساطه المكالمه كانت فيك اصلا، يعني كان نقدر نقول روبوت او اي اي بيكلم مدير البنك بمنتهى البساطه، والاي اي ده نقدر نقول مدفوع بذكاء بشري او نقدر نقول واحد بشري بيحول مكالمه لايف، والصوت بيتحول على طول لمدير الشركه ومدير الشركه بيكلم البنك. خلاص كده تمت فبركه المكالمه، والموضوع كله كان عمليه اختراق. وعمليه التحويل دي احد موظفي البنك تم اختراقه عن طريق ممكن يكون سوشيال انجينيرنج الهندسه الاجتماعيه بالاضافه للارتفيشال انتليجنت. ومن خلال عمليه الاختراق دي لاحد موظفي البنك تم تثبيت تروجن بحيث ان يحول نقدر نقول جهازه الكلاينت تو سيرفر. وبمنتهى البساطه تم اختراق جهاز الشخص وفبركه التحويلات. ونقدر نقول التحويلات دي كانت توزع المبلغ على 17 اكونت عشان نقدر نقول يسهل عمليه تسريبه، لان مش عايزين المبلغ يكون كبير فيحتاجوا مكالمه مدير البنك تاني عشان يحول الموضوع، يحول نقدر نقول المبلغ نقدر نقول الشركه اللي او نقدر نقول الدوله اللي هيتم في غسيل فيها الاموال. لا، فعشان كده حولوا لنا مبالغ صغيره تتراوح ممكن مثلا مليون دولار 2 مليون دولار هم حسب البنك. في بنوك ممكن يكون مثلا عشان تاخد موافقه مدير البنك محتاج 10 مليون دولار، فهم كانوا عارفينها وحاسبينها فتسرب من المبالغ دي. ونقدر نقول خلاص تم نقدر نقول استلام 400,000 دولار والباقيين تم تجميدهم في امريكا. وطبعا الموضوع ده دخل في التحقيقات، ونقدر نقول كل اللي بقوله لك ده عباره عن تسريبات في التحقيقات، ونقدر نقول ليس معلن بشكل رسمي لان احنا عارفين الموضوع ده هيضر بالدوله دي لو تم اعلان الموضوع بشكل رسمي، لان الدوله دي نقدر نقول من الدول اللي اقتصادها بيعتمد على الاستثمار. في النهايه نقدر نقول دي كانت القصه كامله. لو حابب نقدر نقول تاخد معايا كورس في الارتفيشال انتليجنت او الذكاء الاصطناعي ممكن تتواصل معايا عن طريق نقدر نقول الرابط اللي هتلاقيه في الديسكربشن صفحه الفيسبوك واكونت الانستجرام. ونقدر نقول في مفاجات هيتم اعلانها في القناه ممكن بعد شهر ولا حاجه، خليكم متابعين. ولو حابب تتعلم الايثيكال هاكينج او الهاكر الاخلاقي هتلاقي في الديسكربشن رابط الابلكيشن المجاني الخاص بينا لتعلم الايثيكال هاكينج او الهاكر الاخلاقي بمنتهى البساطه. في النهايه اعزائي المشاهدين بتمنى لكم دايما الامن والسلامه. ولو حابين نكمل السلسله دي ونقدر نقول في قصه لاكبر عمليه اختراق حصلت في العالم لاحد الدول الاسلاميه وتم سرقه مليار دولار من عمليه اختراق، نقدر نقول ما كانتش بسيطه كانت معقده اكتر من كده. فلو حابين نحكي القصه دي ونحكي تفاصيلها مفيش اي مشكله قولوا لي في الديسكربشن. في النهايه بتمنى لكم دايما الامن والسلامه، واتمنى حد يكون عجبتكم تعملوا بلايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في حلقه جديده اعزائي المشاهدين. ما اقدرش احدد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.